من أصله ومن بدايته. يعني ماذا يعني الأمن والأمان وماذا نريد؟ والموضوع ليس بالخصوص بطرابلس، يعني والموضوع يشمل كل أنحاء ليبيا وكل المواطنين في ليبيا. الأمن والأمان يعني لازم المواطن يكون آمن على نفسه، على حياته، على رزقه، على طريقه، على حريته نفسه الشخصية، ما فيش تعديات عليه. للأسف أن جميع المؤسسات اللي قامت بعد الثورة، واحنا لو نرجع حتى لما قبل الثورة كيف كانت مفهوم الأمن والأمان اللي كان موجه لحماية شخص واحد أو بجماعة مجموعات أو القبائل، لا يوجد عامل مؤسسي صحيح لتفعيل الأمن والأمان. ما عندناش مؤسسات تشتغل لحماية المواطن. حماية المواطن كما قال أخي الكريم أستاذ طه شكشوكي، ما يهم المواطن هو الأمن. ما يهمش منين يجيه، ما ليش علاقة بأي حكومة، ما ليش علاقة بأي وضع سياسي وتوجه سياسي. لازم العمل يكون عن طريق مؤسسات. للأسف يعني لو نشوف الأرقام، آلاف المؤلفة من منتسبين المؤسسات العسكرية أو الشرطة أو نعم الأمنية يأخذوا في مرتبات وما فيش شغل، يعني قصدي ما فيش حاجة على الواقع. نعم الحاجة الثانية جميع المسميات اللي كانت وحتى جهود المصالحة لو نحكي عليها في الأمور اللي صارت في طرابلس أخيرا، مثلا في بوسليم أو في أماكن أخرى، يعني هي جهود طيبة صح كويسة وأنها تمنع التقاتل الواحد. لكن حنين أنا بالمناسبة طبيب مش أستاذ أنت، نعم فلو ناخذوه حتى منظور طبي، احنا نعالجه في عارض ما نعالجوش في المرض نفسه. يعني المرض نفسه التشكيلات المسلحة موجودة بجميع المسميات، نعم السلاح منتشر، عندنا ملايين قطع السلاح اللي انتشرت، بعض المجرمين موجودين. يعني ما فيش حد يشتغل عليه بناء مؤسسة أمنية أو بمفهوم مؤسسي، مش مفهوم ولاء لشخص ولا مفهوم ولاء لمدينة ولا مفهوم ولاء لطرف معين. والحاجة الثانية في مؤسسات أخرى لازم تكون قائمة، لازم يكون في قضاء، لازم يكون في عقاب، لازم يكون في قصاص وفي تحقيق الحق. المواطن من يعني قصدي حتى نعم من بعض الظواهر الأمنية اللي هو اللي تصير، المواطن يعني بده ياخذ